5. I am teacher science. Doaa al-Sadi. Okay, today we want to talk about a photosynthesis process. What is the photosynthesis? Photosynthesis is a process found only in green plant. بس عندي green plant. يعني أنا أي plant بشوفها لونها green, so هي بتعمل photosynthesis. Okay, لونها white, red مثل المشروم. Okay, معناته ما عم تعمل photosynthesis. Okay, الفوتوسينثيسيس هي is an important process. هي process كتير مهمة لعالم النباتات. Okay, أو نباتات لون green. Okay, قبل ما نحكي عن الفوتوسينثيسيس ونفوت فيها, خلينا نعمل revision عن البلانت أصلاً. شو بتحتاج لحتى تعمل فوتوسينثيسيس؟ أول شيء البلانت بتحتاج ل sunlight. For example, إذا أنا جبت بلانت وحطيتها بالدار بالعتمة, okay, وما عرضت لها لا ما عرضت لها اللايت, ما عرضت لها ضوء الشمس, اوكي. هل البلانت بتكبر بشكل نورمالي؟ هل بتكبر بصير لونها جرين بشكل نورمالي؟ شور نو. فسو هي بتحتاج فيرست لسان لايت, هي اول نقطه. سكند, اذا انا البلانت ما عملت داز نوت ووتر, اوكي, ما عملت مسقيتها باستمرار ريجولارلي, يعني مثلا مره كل يومين اكسترا, اوكي, هل حتكبر وحتنمو؟ لا, حصير اوراقها حيذبلوا, اوكي, حيصير لونهم يلو instead of green. Okay, so it needs sunlight and water. Third, if the plant I covered it in a case, okay, covered it in a case, and not exposed to the air. What do you need from the air? You need just from the air, something called carbon dioxide, CO2. Okay, we're going to remove those CO2 or carbon dioxide. So the plant, if I covered it and not took CO2 from the air, so it will not grow, it will not grow, it will not grow, it will not do photosynthesis. So you need sunlight, water, CO2, and finally mineral salt. Mineral salt بتاخده من الصويل, من التربة. عشان هيك احنا عطول لازم نعمل fertilize للتربة, لازم نعمل احنا عطول تسميد, اوكي, ولازم نهوي التربة. صار بتحتاج sunlight, water, CO2, and finally mineral salt. اوكي, هلا حنحكي عن الفوتوسينثيسيس. شو يعني الفوتوسينثيسيس؟ وليه بتعمل الفوتوسينثيسيس؟ الجرين بلانت احنا بنعرف ان هي ما بتجيب الفود تبعها من برا. احنا عرفنا ان الجرين بلانت ار اونلي اورجانيزم, هن الاورجانيزم الوحيدين على الايرث, على الكره الارضيه, يلي بروديوس ذير اون فود, بيصنعوا اكلهم لحالهم. ذير اون فود, بيصنعوا اكل لحالهم, ما بيعتمدوا على اي شيء من برا. فور اكزامبل, احنا كهيومن ما بنقدر نصنع او نعمل سينثيسيس او بروديوس اور اون فود. فور اكزامبل, اذا انا ما اخذت الميز تبعوني وجباتي اللي هن البريكفاست, الدينر, واللانش, اوكي, انا بموت من الجوع. بس لا, الجرين بلانت مش مضطره تاخذ اي شيء من برا, ما مضطره تاكل اكل, ما مضطره تاكل ساندويتش. شو بتعمل؟ بتصنع اكلها بحالها. كيف بتصنع اكلها بحالها؟ عشان هيك احنا سميناها بروديوسر, سميناها المنتجه, يعني هي بتنتج اكل بحالها, ما بتحتاج اي حدا من برا. اما احنا كونسيومر بنستهلك من برا, بنستهلك الميت, اللحم, بنستهلك الاكل, اكسترا. سو سميناها احنا بروديوسر. الجرين بلانت بروديوسر, منتجه. اوكي, طيب, فهي بتحتاج ان برزنس اوف لايت, بتحتاج اللايت, بتحتاج الووتر, بتحتاج السي او 2, بتحتاج المينرال سولت لحتى تعمل عمليه الفوتوسينثيسيس, اوكي, لحتى تعمل فوتوسينثيسيس. طيب, بس عملت لي عمليه الفوتوسينثيسيس, شو طلعت؟ شو انتجت؟ اعطتني شيء اسمه ستارش. اوكي, هذا الستارش بيكون موجود بقلب الورق تبعونا. اوكي, صار انا عندي بقلب الورقه في ستارج, هذا الستارج اللي هو بتتغذى عليه وبتاكله وبتكبر. اوكي, صار طلعت لي ستارج, بتطلع لي شيء مهم كمان لنا احنا كهيومن, الاكسجين, الاو 2, صح؟ بتاخذ سي او 2, عشان هيك احنا بنقول البلانت بتنقي التربه, سوري, الهواء. اوكي, فبتاخذ السي او 2, شو بتطلع محله؟ اكسجين. مين بياخذ هذا الاكسجين؟ نحن كهيومن, كانيمالز. اوكي, فصارت هي بتاخذ البلانت, بتاخذ السي او 2, بتاخذ الووتر مع وجود اللايت, شو بتطلع لي؟ ستارش اللي هو النشا, اوكي, مع السي او 2. صارت هاي الفوتوسينثيسيس ايكويشن. اوكي, بتاخذ السي او 2 مع الووتر بوجود اللايت, بتطلع لي ستارش و او 2. فاينلي حنحكي عن شيء كمان بسيط. احنا بقلب الورقه, اعتبروا الورقه هي مثل السكول, مثل المدرسه. بقلب السكول في عندنا غرف, رومز, غرف, 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 اوكي؟ هدول الغرف بنسميهم كلوروبلاست. هدول الغرف بنسميهم كلوروبلاست. كل غرفة في عنا, احنا طبعا مثلا صف, اوكي؟ كل صف في عنا ستودنتس, في عنا تلاميذ. هدول التلاميذ هن خلينا نعتبرهم اسم الكلوروفيل. هدول الكلوروفيل
عارفين اللون الاخضر عند البلانك. سو انا عندي كلوروبلاست الغرفه اللي بقلب الورقه، في بقلبها حبيبات اسمهم كلوروفيل